الرئيس السيسي يعلن اعتماد بيان قمة دول جوار السودان وإنشاء آلية وزارية لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني والمحافظة على مكتسبات شعب السودان. وروسيا تعلن دراسة مقترحات القادة الأفارقة والصين والبرازيل بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. ثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. لحظة تاريخية فارقة في عمر السودان الشقيق وتداعيات أزمته على الأوضاع داخليا وعلى دول الجوار. ومن هذا المنطلق جاءت قمة دول جوار السودان على ضفاف نيل القاهرة للتأكيد على موقف مصر الداعي لإنهاء الأزمة وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني. مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشاركين في قمة دول جوار السودان أعربوا عن قلقهم العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية في السودان وتدهور الوضع الأمني والإنساني. ونشد البيان الختامي للقمة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب. إعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات. 2. التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعوق جهود احتوائها ويطيل من أمدها. وقال الرئيس السيسي إن البيان الختامي أكد أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها وانتشار الفوضى والإرهاب. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية التعامل مع الأزمة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل. التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل. 4. أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل، يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطاً إضافياً على مواردها يتجاوز قدراتها. أعلن الرئيس السيسي أن المشاركين في القمة اتفقوا على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان عبر أراضي دول الجوار. وأشار الرئيس السيسي إلى التوافق حول تشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للأماكن الأكثر احتياجاً في السودان. الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية ومناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية
العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء. 6. الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجاً داخل الأراضي السودانية، ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية. كما أعلن رئيس السيسي تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، على أن يكون اجتماعها الأول في تشاد. وقال رئيس السيسي إن الآلية معنية بوضع خطة عمل تنفيذية لوضع حلول عملية للتوصل لحل شامل للأزمة السودانية. التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار. 8. الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد، وذلك لاتخاذ ما يلي: وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملية مع الآليات القائمة بما فيها الإيجاد والاتحاد الإفريقي. تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. أستاذ محمود، يعني بعد تحية، كيف تابعت أبرز المحاور التي تحدث عنها رؤساء الدول المشاركة في هذه القمة؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد كان النهاردة في فرصة جيدة جدا للسلام في السودان بترعاها مصر مع دول جوار السودان. ربما كل كلمات القادة والزعماء من دول جوار السودان كانت بتحث على وقت إطلاق النار بشكل فوري والبحث عن آلية لوقف الاقتتال الداخلي في السودان وتقليل التكلفة الإنسانية الباهظة وتكلفة الدم التي نراها الآن في السودان، والبحث عن حلول سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة. ربما الدعوة المصرية بتستكمل الجهود المصرية الحثيثة التي بدأت منذ اليوم الأول للأزمة السودانية بالبحث عن مخرج يشمل كل التيارات السودانية ويوقف القتال ويمنع التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني الداخلي، ويحافظ على المؤسسات الوطنية ويحافظ على التراب السوداني من ما يعني يحدث الآن من أزمات داخل السودان. حسنا، يعني دعني أسألك، كيف ينظر المسؤولون في السودان إلى هذه القمة؟ بالتأكيد هناك تفاهم وهناك تواصل ما بين الدولة المصرية ودول الجوار بالأطراف المختلفة داخل السودان، وربما أهم ما يمكن البناء عليه هو البحث عن رؤية مشتركة لدول الجوار من أجل حل الأزمة السودانية. هذه الرؤية المشتركة يعني تنبع من اتفاق كل الأطراف سواء في الداخل السوداني أو من دول الجوار، أنه يبقى في وقف حقيقي لإطلاق النار والبحث عن اتفاق سياسي يضم كل القوى السياسية داخل السودان ويكون مبنيا على رغبة ويعني مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول، خاصة وأنه الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم، الخدمات تتراجع، القتال الداخلي له فاتورة باهظة جدا من الضحايا ومن المدنيين. يعني هناك بحث عن إعادة أعمار السودان مرة أخرى، خاصة بعد يعني الاقتتال ما وصل إلى تدمير البنية الأساسية داخل السودان.
اتصور ان هذه القضايا تهم كل دول الجوار وتهم كل السودانيين في المقام الاول. البحث الان عن تقديم المساعدات للشعب السوداني، ثم الاتفاق على وقف شامل لاطلاق النار، وبحث عن حل سياسي يضم كل القوى السياسيه ويضم ايضا يعني كل الدول التي لديها مصالح مباشره من دول الجوار. والبناء على البيان الختامي اليوم اتصور ان هو يمكن ان يكون بدايه لحل حقيقي يعني لوقف مستدام لاطلاق النار والخروج بعمليه سياسيه تضم الجميع وتضم يعني هذه المصالح في رؤيه موحده من اجل الوصول لحل لهذه الازمه. نعم، يعني دعني أتطرق إلى أنه كان هناك العديد من المحاولات لحل هذا الصراع وإنهاء هذه الأزمة. يعني برأيك إلى أي مدى تشكل هذه القمة فرصة حقيقية جديدة لحل هذا الصراع؟ بالتأكيد هي فرصة، وبالتأكيد هي نابعة من دول الجوار الجغرافي المباشر في السودان، والتي تتأثر الآن بموجات النزوح القادمة من السودان، وتتأثر الآن يعني في خضم هذه الأزمة الاقتصادية العالمية تأثيرات مباشرة على اقتصادها وتأثيرات مباشرة على قدرتها على توفير الاحتياجات المطلوبة لشعبها وللضيوف والأشقاء السودانيين. وبالتالي هذه الأزمة تريد الحل وتبحث عن حل حقيقي. هذا الحل مبني على أنه هذه الدول تتفق على مسار سياسي لهذا الحل، انه دول العالم تقدم دعما حقيقيا لهذه دول الجوار من اجل البحث عن الحل المطلوب لهذه الازمه، انه وقف الاقتتال هو بدايه هذه الحل، وانه المساعدات مطلوبه حتى تستطيع هذه الدول ان تقدم الدعم المطلوب للاشقاء السودانيين. وده ربما يمكن ان يبنى على ما تم الاتفاق عليه اليوم في الاعلان الختامي لمؤتمر دول الجوار. نعم، حسنا أستاذ محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدا، شكرا جزيلا لك. كان الرئيس السيسي قد افتتح قمة دول جوار السودان، حيث أكد على أن السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة دول الجوار. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد رؤية الدول ومواقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة بالتشاور مع المنظمات الإقليمية الفاعلة. وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة المهمة التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق، يمر خلالها هذا البلد الجار العزيز على قلوبنا بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وعلى دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثراً بالأزمة والأكثر فهماً ودراية بتعقيداتها، مما يتعين معه على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظاً على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
أكد الرئيس السيسي خطورة الأزمة التي يواجهها السودان وتداعيات الاقتتال الدائر الذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح السكان. وأشار الرئيس السيسي إلى الخسائر المادية التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة. سخافيا على حضراتكم خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد على 3 أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أماناً داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد. قال الرئيس السيسي إن مصر بادرت باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين فور اندلاع الأزمة، مشيرا إلى تقديم مصر مساعدات إغاثية عاجلة للسودان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني. فور اندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة. كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية. وأود أن أؤكد هنا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة. كما ستعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية. طرح الرئيس السيسي رؤية مصر لخروج السودان من مأزقه، وأوضح أنها ترتكز على مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والدخول في مفاوضات جادة وتسهيل نفاذ المساعدات وإقامة ممرات إنسانية. كما دعا الرئيس السيسي إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات الشعب السوداني. مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. ثانياً، مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. ثالثاً، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. رابعاً، تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة. وخلال كلمته وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب السوداني، حيث طلب الرئيس فيها الأشقاء كافة في السودان إعلاء المصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية. سيدات والسادة، اسمحوا لي قبل أن أختتم كلمتي أن أتوجه بكلمة للشعب السوداني الشقيق والعزيز. إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين. نشعر بمعاناة أشقائنا في السودان ونتألم لآلامهم، وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت. ومن هذا المنطلق
نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة. وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخر جهداً للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة. وخلال كلمته بالقمة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة وقف جميع الاشتباكات المسلحة في السودان حقنا للدماء وحماية لمقدرات الشعب السوداني. وطرح أبو الغيط محددات الموقف العربي للحل الإقليمي للأزمة التي تشمل معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني ودعم مسار جدة الساعي لتحقيق شروط وقف إطلاق النار الشامل. أولاً الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها. ثانياً معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة إراضيه. ثالثاً دعم مسار جدة الساعي إلى تحقيق شروط وقف إطلاق النار شامل ومستدام وفوري يسمح باستئناف العملية الانتقالية. رابعاً التأكيد على أهمية دور دول الجوار التي تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة، وبالتالي فمن المهم أن تكون في قلب عملية التنسيق والتعاون الجارية لإنهائها. من جانبه توجه رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي بالشكر والتحية للرئيس السيسي على دعوته لحضور القمة التي وصفها ببالغة الأهمية. وأعرب رئيس المفوضية الأفريقية عن تقديره لحسن الأعداد للقمة والترتيبات التي تم اتخاذها لإنجاحها. إنه لشرف عظيم لي أن أحضر معكم اليوم في هذه القمة ذات الأهمية البالغة، وأود في مستهل كلمتي هذه أن أعرب شكري العميق لفخامة السيد الرئيس وأخي العزيز عبد الفتاح السيسي للدعوة الكريمة التي وجهت لي
وعرفاني لفخامته وللحكومة المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وللترتيبات الممتازة التي أخذت لنجاح هذه القمة. أكد الرؤساء والقادة الأفارقة المشاركون أهمية انعقاد القمة من أجل بحث سبل وجهود التوصل لحل الأزمة. ووجه الرؤساء والقادة الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تنظيمها والإعداد لها. أشادت منظمات أهلية سودانية بمصر لاستضافتها قمة دول جوار السودان. وأصدرت مجموعة من السيدات السودانيات يمثلن 53 منظمة من منظمات المجتمع المدني في السودان بيانا يعربن فيها عن شكرهن لمبادرة القيادة المصرية لاستضافة مؤتمر قمة دول جوار السودان لإيجاد حلول سلمية للأزمة، وتقديرهن لدعم الرئيس السيسي والحكومة المصرية للأطفال والنساء السودانيات. كما أكدت الدور الهام للدول المجاورة في استقرار السودان وبخاصة الدور المصري، وكذلك تقديرهن لاعتزام القمة إنشاء آليات لحل الأزمة في السودان بالوسائل السلمية. أود أن أؤكد هنا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي. إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. أشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخر جهدا للمساعدة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة. تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سمبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكركر. هذا ويتواصل توافد الوافدين من السودانيين ورعايا دول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في جنوب سيناء في مختلف القطاعات. وفي إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لمدينتي طابة ونويبع التي سيقوم بها رئيس الوزراء لتفقد عدد من المنشآت السياحية الجاري إنشاؤها، وكذا تفقد المنطقة الحرة والميناء الجاف، هذا إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف تطوير المدينتين.
رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتطور الذي شهدته علاقة مصر بمنظمة مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية. وخلال استقباله الأمين العام للمنظمة لويزي توبي، توقع مدبولي أن يشهد التعاون تطورا أكبر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في مزيد من التأثير الإيجابي على مستقبل الشباب في الدول الفرنكوفونية بشكل عام ومصر بشكل خاص. وتطرق رئيس الوزراء إلى دعم مصر للمنظمة في تنفيذ البرامج والأنشطة والمعسكرات التي تخطط لها لصالح الشباب في المستقبل، خاصة ما يتعلق بدعم المواهب الرياضية الشابة. إلى الشأن الفلسطيني، حيث طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب بشكل فوري. وأدانت الخارجية انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الانتهاكات إمعانا في فرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة. أكد البرلمان الأوروبي دعمه الثابت لحل المتفاوض عليه بين فلسطين وإسرائيل على أساس حدود عام 1967. وفي جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، اعتمد البرلمان الأوروبي بالأغلبية مجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تدرس بعناية المقترحات التي قدمتها دول إفريقيا والصين والبرازيل بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية وتؤيد العديد منها. وقال وزير الخارجية الروسي أن بلاده تؤيد العديد من مقترحات شركائها كالامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحل الأزمة الإنسانية وكفالة سلامة محطات الطاقة النووية وإنهاء العقوبات الأحادية الجانب، معتبرا السلام أولوية دائمة مقارنة بالعمليات العسكرية. كما أكد لافروف أنه لم يسمع أي مقترحات جديدة بخصوص اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الذي من المقرر أن ينتهي العمل به يوم الاثنين. استهدفت القوات الروسية مدينة كييف بوابل من الطائرات المسيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقالت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية إنه سمع دوي انفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة، كما سقط حطام طائرات مسيرة تم اعتراضها على 4 مناطق بالعاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى إلحاق أضرار بالمباني ووقوع إصابات. أعلن وزير الدفاع الأسترالي أن مطلب كييف تعزيز قدراتها القتالية الجوية يشكل ما وصفها بمسألة معقدة. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس أن محادثات بشأن تزويد أوكرانيا بالطائرات جارية، لكنها أصعب بكثير من أشكال الدعم العسكري الأخرى، مشيرا إلى أن ما تقدمه وما تفعله بلاده يجب أن يكون عمليا وينبغي أن يحدث فرقا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حوالي 3.3 مليار شخص يعيشون في بلدان تنفق على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
وقال غوتيريش إن إجمالية 52 دولة من بينها بعض أفقر دول العالم تعاني من أزمة ديون خطيرة. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن أي إصلاحات عميقة للنظام المالي العالمي لن تحدث بين عشية وضحاها، لكن هناك العديد من الخطوات التي يمكننا اتخاذها الآن، مقترحا إنشاء آلية فعالة للتعامل مع الديون تدعم وضع مدد إطراق إقراض أطول، تدعم مدد إقراض أطول ومعدلات فائدة أقل، بما في ذلك البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط. أكدت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن صادرات بكين تراجعت 12.4% في يونيو على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات 6.8%، وذلك في أسوأ أداء للصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 3 سنوات. وأشارت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن بكين استوردت 282.1 مليون طن من النفط الخام في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أن زيادة قدرها 11.7% عن 252.52 مليون طن تم استيرادها في الفترة نفسها من العام الماضي. أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية مع روسيا ارتفع في يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وبحسب البيانات ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.830 مليون دولار في يونيو، لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022، وذلك رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية. أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برنامجا جديدا على منصته الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى ببساطة، ويستهدف البرنامج توضيح المفاهيم الاقتصادية بشكل مبسط، وسوف يخصص البرنامج حلقات جديدة لتبسيط المفاهيم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والتضخم والسياسة النقدية وأسعار الفائدة والركود وغيرها من المصطلحات الاقتصادية التي أصبحت تحظى بتداول واسع بين المتابعين في الفترة الأخيرة. تنطلق اليوم فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، والذي يستمر حتى 26 أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين. وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان، التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. We'll be right back.
ولمزيد من التفاصيل حول مهرجان العالمين ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، يعني بعد التحية صف لنا الأجواء لديك. نعم، أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، أهلا بكم في العالم عالمين من مدينة العالمين الجديدة. الأجواء هنا كلها حماسية وكلها استعداد على أتم يعني وجه لبدء انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة. احنا دلوقتي موجودين في المنطقة اللي هتشهد انطلاق أولى الفعاليات اليوم. اليوم سيكون هو اليوم الأول للمهرجان، وبالفعل يعني بدأت أو انتهت كل الاستعدادات الخاصة في هذه المنطقة على أحد الشواطئ في مدينة العالمين الجديدة لتستقبل أول بطولة وأول فعالية اليوم، وهي فعالية التيك بول، وهي يعني لعبة مزيج من كرة القدم والبينج بونج. فبالتالي كل اللاعبين استعدوا لخوض هذه البطولة. نتحدث عن 32 فريق مشارك في هذه اللعبة، وبحضور بطلة العالم في هذه اللعبة ناتالي، النجمة أو اللاعبة البرازيلية، والتي وصلت إلى مدينة العالمين الجديدة لتشارك اللاعبين في هذه البطولة. نحن الآن نقف أيضا في أحد المدرجات الخاصة والتي يعني تم تجهيزها بما يقرب من 2000 مقعد لتسع عدد كبير من الجمهور الزائر لهذه البطولة. وبالتالي بدأ اللاعبون في التوافد على هذه المنطقة، وأيضا الاستعدادات من قبل الشركات المنظمة، واستعدادات على أكمل وجه لبدء هذه الفعالية بعد قليل. ويعني ربما تشاهدون أيضا من خلفي كل الاستعدادات في هذه المنطقة التي ستشهد اليوم التيك بول. وأيضا في نهاية هذا اليوم سيكون هناك عدد من الشاشات الموجودة التي ستبث على الهواء مباشرة مباراة القمة بين نادي الأهلي والزمالك، ليشاهدها كل الزوار الموجودين في مدينة العالمين الجديدة. هذا بالإضافة إلى كل المناطق الأخرى التي ستشهد عدد كبير من الفعاليات، لكن هذه المنطقة تحديدا ستشهد الفعاليات على مدار 3 أيام بدءا من اليوم وأيضا الجمعة والسبت. غدا سيكون هناك تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من نجوم اللعبة، نجوم كرة القدم في مصر. أما هذا المكان انتهى من كل الاستعدادات، وبعد قليل سيستقبل الجمهور وسيستقبل أيضا عدد من اللاعبين في الفرق الأخرى لبدء هذه البطولة بمشاركة اللاعبة ناتالي. أيضا على الجانب الآخر، مدينة العالمين الجديدة التي انتهت من كل الاستعدادات فيما يتعلق بالممشى السياحي الذي سيكون أيضا وسيشهد عدد من الفعاليات الخاصة بالرقصات التراثية، وأيضا ومشاركة بعض الفرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة ستكون موجودة على هذا الشاطئ وهذا الممشى الذي يبلغ بطول 14 كيلو مترا. وأيضا مدينة الفنون التي ستشهد عدد من الفعاليات الثقافية أيضا التي بها عدد كبير من القاعات والمسارح أيضا المزودة بأحدث التقنيات. نتحدث عن أن مدينة العالمين تحولت الآن إلى مدينة على رأس كل المدن العالمية السياحية بكل هذه الأجواء موجودة. بالمناسبة أيضا اليوم حالة الطقس رائعة في مدينة العالمين، وربما أيضا مع الأوقات القادمة والساعات القادمة سيشهد عدد كبير، هذه المنطقة ستشهد عدد كبير من الجمهور والحضور في هذه المنطقة لمتابعة إذا كانت البطولة التيك بول أو حتى بعض الفعاليات الأخرى التي ستكون على نهاية هذا اليوم. فبالتالي هنا يعني هناك أجواء من الفرحة وأجواء أيضا من الفخر يعني لنا كمصريين بأن تحولت هذه المنطقة التي كانت صحراء جرداء إلى مدينة سياحية كبرى تستقبل مليون زائر خلال هذه الدورة الأولى من مهرجان العالمين. الجميع هنا متحمس، الجميع هنا ينتظر انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين. نتحدث أيضا عن حتى شوارع العالمين تزينت وتلألأت أيضا لاستقبال كل زوارها من الوطن العربي ومن العالم. ونتحدث على أنها يعني ستكون الوجهة السياحية الأهم خلال هذه الفترة تحديدا، خلال فترة المهرجان التي ستبدأ من اليوم
وحتى 26 نعم. من أغسطس القادم حسنا. وأيضا خلال الأيام القادمة والسنين القادمة ستكون مدينة العالمين الجديدة من أهم المدن السياحية. نتحدث على أن هذا الشاطئ أو هذه المنطقة التي نتواجد بها حولها العديد من الأبراج، يعني تعلمون أن مدينة العالمين الجديدة بها ما يقرب من 15 برجا، وكل برج يعني ارتفاع 100 متر عن سطح نعم. البحر. ونتحدث أيضا على وجود مدينة العالمين الجديدة على شاطئ البحر المتوسط مباشرة، فمزيج من التحفة نعم. المعمارية على التحفة الساحلية، الشواطئ وجمال الشواطئ هنا في مدينة العالمين الجديدة. كل هذه المزايا تميز مدينة العالمين الجديدة وتضعها على خارطة المدن السياحية الكبيرة. شكرا جزيلا لك على هذا العرض المفصل. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لاستئناف المناقشات بينهما. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الزعيمين جددا تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة. وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر. وأضاف متحدث الرئاسة أن إثيوبيا أوضحت التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024 بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يعلن اعتماد بيان قمة دول جوار السودان وإنشاء آلية وزارية لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني والمحافظة على مكتسبات شعب السودان. روسيا تعلن دراسة مقترحات القادة الأفارقة والصين والبرازيل بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة. شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله.